السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير الصحة والعافية، كل مسلم عليكم الخير، لكم منورين ومشرفين على قناتكم ميدو عليك على اليوتيوب. حلقة النهاردة حلقة بسيطة، حلقة جميلة جدا. طريقة ازاي نقدر نوقف التحديثات التلقائية، الابديتس اللي ويندوز 7 للكمبيوتر. لو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع تابع مع الدرس. رجعت لحضراتكم تاني يا جماعة. طبعا في البداية كعادة بداية اي فيديو زي ما حضراتكم متعودين، لو لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشتركوا وتفعل زر الجرس عشان توصلك الدروس الجديدة والتنبيهات او الدروس الجديدة اول باول. ولو عجبتك الفيديوهات متنساش تعمل لنا لايك عشان توصل، عشان تحفزنا نعمل دروس جديدة. في البداية طبعا احنا كل اللي هنعمله دلوقتي هنخش على الستارت منيو وهنخش على كلمة الكنترول بانل. لو لقيتها بالشكل ده الكاتيجوري هتيجي عند الكاتيجوري تختار اللارج ايكون، بعدها تيجي عند ويندوز ابديت، بعدها تيجي عند تشينج سيتنجز، بعدها هتلاقي انت هنا العلامه دي كده تخليها نيفر تشيك فور ابديت، بعدها تعمل اوكي، بعدها هيقول لك كده خلاص تمام. ودي كانت حلقه النهارده، ربنا يكون سبحانه وتعالى كنت استفدت منه، واشوفكم في دروس ثانيه، والسلام عليكم.